اعلانات الصور ولا اعلانات الفيديو احسن على السناب شات؟ في حد قال لي انا على فكره انا شغال باعلان صوره بجيب نتائج ممتازه، واحد تاني قال لي انا شغال باعلان فيديو بجيب نتائج ممتازه، يا ترى مين الصح ده ولا ده؟ خليك معايا في الفيديو وهتعرف مين الصح. لا تقل لوحدي او كيف السبيل، انت بالتحدي تصنع المستحيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمود سعيد ونتكلم النهاردة عن اعلانات سناب شات، الافضل صورة ولا فيديو؟ خلينا نتكلم باسباب علمية. الاسباب العلمية يا جماعة بتقول بصراحة ان اعلانات الفيديو هي الافضل في الاعلانات عموما سناب شات او اي منصة من اعلانات الصور، وده لعدة اسباب. اول حاجة لان اعلان الفيديو بيكون فيه اكتر من ميزة. الميزة الاولانية ان بيكون فيه صوت في الفيديو، فالناس بتبدأ انها تقتنع بالمنتج او تقتنع بالخدمة اكتر، ونسبة الاقناع بالصوت يا جماعة ممكن يتعدى 70%، انما نسبة اقناع مثلا بالصوره او بالكلام رينج مثلا من 5 الى 10%. فانت ضفت له ميزه وضفت له حاجه ما كانتش موجوده في اعلان الصوره. الميزه الثانيه اللي انا بشتغل عليها اللي هي ايه بقى، ان الاعلان بتاع الفيديو بيبقى فيه معلومات وتفاصيل اكتر، انما اعلان الصوره بيكون مثلا صوره واحده وانتهى الموضوع. انما اعلان الفيديو ممكن احط فيه اكتر من حاجه، احط فيه اكتر من سلايد، احط فيه اكتر من تفاصيل عشان العميل يعرف الموضوع كله من الاول لحد الاخر. طيب هل معناه بقى ان اي فيديو بيشتغل وبينجح بيجي نتائج؟ لا، خلينا نتكلم باسلوب برده علمي واسلوب عملي. افضل انواع الفيديو هي الشخص بيطلع يتكلم ويشرح المنتج او الخدمه او يتكلم على الموضوع بتاعه ويكون فتره قصيره، اللي هو خير الكلام وقل ودل. يعني ايه؟ يعني مثلا انا محاضر سوشيال ميديا، فاطلع يا جماعه اقول يا جماعه انا عامل دوره، الدوره ديت في احتراف اعلان سناب شات، ازاي هتعلم اعلان سناب شات، ازاي هتعمل اعلان ممول على سناب شات بنفسك، ازاي هتصمم الاعلان، ايه هي اسباب رفض الاعلان، ازاي تعمل اعلانات الكاتالوج واعلانات الكونفرجن وهكذا. فانا اطلع واشرح للناس الحاجات دي كلها ثواني معدوده، وبعدين اقول والله لو حد مهتم سجل معانا الان واحجز مكانك. ده الاعلان الفيديو اهم حاجه يكون فيه كذا شرط. الشرط الاولاني يكون بيرسونالي، يعني يكون الكلام فيه طالع من شخص لشخص، بلاش بقى ايه شغل الكميات المبالغ فيها، بلاش شغل ان انت تخاطب انسان كانك وتخاطب اله، بلاش ان انت تظهر مثلا في اعلانات موشن جرافيك او كده. موشن جرافيك مقبول بس مش نتائجه زي لما يكون شخص بنفسه بيتكلم وظهر قصاد الكاميرا وبيتكلم للناس. ده افضل حاجه بتجيب نتائج، اللي هي اعلانات الفيديو البيرسونال، وبيتكلم كمان بصوره شخصيه وطريقه فريندلي، طريقه بتحس ان هو بيكلمك انت كانسان مش بيكلم محفظتك ولا بيكلم جيبك. تمام، دول باختصار بعض المميزات وبعض النصائح في اعلانات الفيديو. طب اعلانات الصور، اعلانات الصور مثلا ارميها في الزباله؟ لا طبعا، احنا يا جماعه في اي كامبين يفضل بعمل اعلان صوره وبعمل اعلان فيديو. في بعض الحملات سبحان الله بتلاقي اعلان الصور بيجيب نتائج احسن من الفيديو، فانت في الكامبين او الحمله بتاعتك لو لقيت اعلان الصوره وجربت اكتر من بيجيب نتائج احسن، خلاص كمل صوره. لو انت في الحمله بتاعتك لقيت اعلان الفيديو بيجيب نتائج احسن، كمل فيديو، بحيث ان انت بتختلف من مجال لمجال، من صناعه صناعه، من وقت لوقت. فانت ممكن تعمل فيديو بس الفيديو يكون تصميمه سيء، او الفيديو يكون اخراجه مش كويس، او الفيديو يكون محتواه سيء للغايه، يجيب لك نتائج سيئه، فبالتالي الصوره هتسعفك في الوقت ده. ممكن واحد مثلا ما بيعرفش يصور، ما بيعرفش يعمل تصميم جرافيك، ويعمل تصميم سيء جدا للغايه، بس هو بيطلع على الجوال ممكن بظرف 10 ثواني يعمل فيديو احترافي جدا. فهي كيس باي كيس، حاله بحاله، ولكن الافضل، مش هقول لك ان الافضل الصور ولا هقول لك الافضل الفيديو، الافضل في الشغل بتاع الاعلانات الممولة والتسويق الالكتروني ان حضرتك تعمل اعلان صوره وتعمل اعلان فيديو، واللي يجيب لك نتائج هو اللي يكمل. ان الفيديو فعلا تكون عارف الفيديو هو يجيب لك احسن نتائج، حاول تخرجه باخراج كويس، حاول تكون صوره شخصيه. المايك يا جماعه، المايك والصوت يا جماعه 90% من نجاح الفيديو بيتوقف على الصوت. لو الصوت كان سيء، الصوت كان فيه دوشه، الصوت كان بعيد، الصوت كان فيه ذبذبه كتير، الصوت كان فيه مشاكل، للاسف الفيديو بتاعك ده مش هيحقق نتائج كويسه. لو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس عشان يوصلك جديد القناه اول باول. السلام عليكم.